بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في رابع حلقة من حلقات برنامج شهادة طبية، وبنفكر حضراتكم دايما ان واحد من اهم اهداف البرنامج ان احنا ندرك قيمة وعظمة الخالق في خلق معظم اجزاء او كل اجزاء الجسم، لان الخالق عز وجل لم يخلق ولا ذرة ولا خلية في جسمنا ملهاش وظيفة مهمة ووظيفة متكاملة. والنهاردة موضوعنا عن عضو مهم من أعضاء جسمنا يمكن كتير مش حاسس بأهميته ولا دوره، وهو إعجاز الخالق عز وجل في الجلد. وزي ما تعودنا دايما إن احنا بنتكلم عن دور العضو ونعرف بيه ونقول أهم المشاكل اللي ممكن تصيبه والإعجاز في خلقه، برضو بننوه في الآخر عن كيف منع أو وقى الإسلام بتعاليمه المرض الذي يتعلق بهذا العضو. وتعريفنا للجلد هو الكفر أو الغطاء الخارجي اللي بيغطي جسمنا، كل أجزاء جسمنا، وهو يقدر وزنه من 5 لـ 8 كيلو جرام، ومساحة 2 متر مربع على مساحة الجسم. طبعا الناس فاكرة ان الجلد هو غطاء بس وبيحدد لون الجسم وخلاص. هو ليه دور حتمي واول خط دفاع، بل هو الخط اللي بيتصدى لمعظم الجراثيم والبكتيريا اللي بتهاجمنا واللي موجودة باعداد حوالينا في الجو وفي اختلاطنا بالاخرين، فهو خط الدفاع الاول. يبقى وظيفة الدفاع والوقاية هي وظيفة مهمة جدا في جسمنا. وزي ما هنمر ان شاء الله هنخصص حلقة لجهاز المناعة، هو جهاز متكامل بيدخل فيه عدة يعني أجهزة بتتصدى، أهمهم الجلد وكرات الدم البيضاء وكثير من البروتينات اللي بيسمى الإميونوجلوبين. عشان كده وظيفة الجلد الأساسية هي وظيفة دفاعية في المقام الأول. طيب، والوظيفة التانية هي وظيفة إن هي بيدخل عن طريقها أشعة الشمس وتكون فيتامين دال تحت الجلد. وفيتامين دال ده هو فيتامين بيتحكم في كتير من صحة عظمنا ومفاصلنا، الشعور بالإرهاق والإعياء. وفيتامين دال دلوقتي للأسف بقت نسب النقص فيتامين دال نتيجة عدم مساحة التعرض المباشر للشمس بدأت كل شوية تقل، عشان ما بدأنا نحس ان الشمس دورها مش محوري في حياتنا، فنسبة فيتامين دال بدأت توصل لأكتر من 95% من الناس، وحتى اللي بيتعرضوا بس تعرض غير كافي. عشان كده الجلد ليه دور حتمي وأساسي في تصنيع فيتامين دال، وهو فيتامين مهم لصحة عظمنا ومفاصلنا والشعور بالإرهاق. كمان وظيفة الجلد في إنه بيحدد درجة الحرارة بتاعت جسمنا. يعني إحنا عندنا حاجة اسمها غدد عرقية موجودة في الجلد، لأنه الجلد أصلاً بيتكون من 3 طبقات: طبقة الإبيدرمس اللي هي القشرة الخارجية، وهي دي اللي فيها الصبغة، وطبقة الدرمس أو البشرة، وهي الطبقة
اللي فيها الغدد العرقية اللي بنتكلم عليها، وطبقة الهايبوديرمس اللي هي طبقة تحت الجلد بيبقى فيها فاتس أو خلايا دهنية. فالغدد العرقية اللي هي بتتحكم في كتير من درجات الحرارة، وإن هي بتتعامل مع أشعة الشمس والحرارة عالية إنها تحاول تزود إفراز العرق، فيساعدنا في التصدي لدرجات الحرارة العالية. عشان كده ربنا خلق لنا إن جسمنا لازم يثبت في درجة حرارة معينة ما لم نكن مرضى. فالجلد هنا دوره محوري وعديد. طبعا المنظر الجمالي اللي الناس دايما بتبص لون البشرة وشكلها، هو الجلد زيه زي شبكية الجسم، العين، شبكية العين. والجلد يعتبر من الأعضاء اللي هي تحدد بقدر كبير مدى صحتنا. يعني أنا لما ببص على الجلد بقدر أقول الشخص ده هل عنده مرض واضح، لأنه يعني كتير من الأمراض ممكن تعرفها عن طريق الجلد. يعني البشرة اللي سخنة، الجلد اللي سخن دافي وعرقان، ده يعتبر عنده المريض ده زيادة في إفراز الغدة الدرقية. أما الجلد البهتان ممكن يبقى أنيميا أو كسل في الغدة الدرقية. يعني ربنا خلق لنا الجلد هو مرآة لحالة جسمنا، وبيتأثر بكتير من الأمراض اللي بتصيب جسمنا. عشان كده في فحص الجلد يعتبر جزء مهم من الحالة العامة بتاعت أي حد. طيب احنا في آية في القرآن الكريم، الآية دي تعتبر ثورة في فكرة نقل الألم والإحساس. لفترات طويلة من الزمن كان متخيل أن الإحساس بالألم عن طريق الجلد مش موجود، وأن المراكز العليا في الدماغ هي بس موطن الإحساس. في الشخص يقدر لو حس بألم هيحسه عن طريق ان هو موجود بس الإشارات للدماغ. بس القرآن من أكثر من 14 قرن قال حقيقة ان مركز الإحساس موجود في الجلد، وان انا لو تخطيت الجلد والجلد ده أصيب في حروق وخلاص انعدم الإحساس فيه، أو خلاص تعديت إصابة الجلد ورحت المكان تاني، الإنسان بيفقد الإحساس بالألم. عشان كده ربنا خلق النار وعذب بيها الكافرين، أو قال في يوم القيامة توعد بعذاب الكافرين عن طريق إن كل ما هيخلص جلدهم هيكرر إعادة بناء الجلد بحيث يحسوا بالألم مرة واثنين وثلاثة، فيبقى خلود في العذاب. الآية دي كانت من أكثر من 14 قرن أثبتت حقيقة إن الجلد هو مركز الإحساس بالألم، في حين إنه لعشرات السنين الماضية كان الكلام مش مفهوم عن تفسير الآية، واعتقد إنه لا، مراكز الدماغ بس. القرآن الكريم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. تفسير الآية كان مش واضح لعشرات السنين، الآن وبعد أكثر من 14 قرن العلم الحديث أكد إن الآية دي كانت عن حكيم عزيز، عن خالق هو أعلم بما خلق. يعني لما نتدبر معنى الآية هنلاقي الناس دلوقتي اللي عندهم حروق درجة أولى بيبقوا أكثر ألما من حروق الدرجة الثالثة. يعني الحروق طبعا تصنيفها ثلاث مراحل، بس الحرق كل ما يبقى بصيب للدرجة الأولى ويقف عند الجلد أو يمتد الفترة في الجلد، فهو أكثر إيلاما من اللي خلاص عدى الجلد ودخل على العضلات. ولو إن بتاع العضلات هو مميت وحالته حرجة،
لكن كألم. وهو الهدف من الآية إن أنا الله عز وجل كان هدفه إنه النار تبقى هي مصدر العذاب المتجدد على الجلد لهذا الكافر الذي أصر على كفره. فإحنا بس النهاردة مش بنقول هدفنا من الحلقة إزاي الجلد عضو مهم، لأ، بنقول إن القرآن الكريم سبق بمئات وقرون العلم الحديث، لأن الله عز وجل هو المشرع وهو الضامن لما خلق وهو الصادق في قوله. طيب، دي آية من الآيات اللي أبهرت العلماء في العلم الحديث. طيب، في آية تانية بتتحدث في قد إيه القرآن ليه تأثير على النفوس وعلى الجلود بالتغيير الهرموني اللي بيحصل في الجسم. معروف إن هرمون الأدرينالين والإنفعال يسبب انقباض في عضلات اللي تحت الجلد، فيسبب ما يشبه بالقشعريرة، وده واحد من تأثير هرمونات الإنفعال الموجودة في جسمنا، في حين إنه لما الشخص بيتمتع براحة وهدوء الجلد بيلين ويوصل لوضعية الهدوء والراحة والسكينة، واللي عبر عنها الله عز وجل في القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر فيه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية بتعكس تأثير آيات الخوف وآيات التوعد بالعذاب والنار ومدى تأثيرها على النفس وعلى الجلود من القشعريرة، في حين قد إيه القرآن الكريم وصف حالة السكينة التي يلتمسها المؤمن في القرآن حينما يسمع عن فضل الله وعن رضاه وعن رحمته وعن الجنة، فيتخلله شعور بهرمون الدوبامين وهرمونات التي تقلل من شأن هرمونات الانفعال فتلين الجلود. والتأثير بتاع الهرمونات برضو لعشرات السنين ما كانش واضح في الجسم كله وفي تأثيره في الجلد. والآية برضو تحدد علاقتنا بربنا، القرآن شفاء، يعني القرآن بس مش افعل ولا تفعل، هو في آيات للتخلص من الأمراض، آيات للراحة والسكينة. احنا لما نبص دلوقتي للعيادات نلاقي ان أمراض نوبات الخوف ونوبات الهلع والضغوطات والاكتئاب والإحساس بالأعراض النفس جسمانية بقت في أعلى صورها، بقى العيان بيلف في كل التخصصات ومش عارف هو عنده إيه، في حين إنه مهما يلتمس من الأسباب وهو غافل عن الله ومشي في طريق عكس اللي ربنا قاله أو حتى تايه عن الطريق، عمره ما هيلاقي اللي هو عايزه، الراحة والسكينة في إقامة شرع الله وهديه. يعني ربنا لما بيأمرنا بحاجة وبينهانا عن حاجة فهو المشرع، والآن وبعد قرون بتصدقوا الآيات. إحنا مش محتاجين تصديق من العلم الحديث، بس إحنا لما الواحد بيسمع إن آية كانت موجودة أنزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أكثر من 14 قرن ودلوقتي أبحاث بتتكلم عنها، فبتقول صدق الله عز وجل وأنا كنت غلطان إن أنا ما كنتش بأطيعه.
طيب هننتقل لآية تانية بتتكلم عن برضو وليعوذ بالله حال أهل النار. دايما آيات العذاب كلها معظمها محلها الجلد، فهتلاقي ربنا بيوعد الكافرين بأنهم هينطق ويشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. طب حقيقة إن الجلد ليه ذاكرة وليه خلايا بتخزن حقيقة برضو ما كانتش مكتشفة لفترات طويلة. يعني معروف إن عندنا حاجة اسمها الشفرة الوراثية أو الدي إن إيه، موجود في كل خلية، موجود عليها كل أعمال الخلية والتحكم فيها وإدارتها، والدي إن إيه ده ثورة، فأكيد هنتكلم إن شاء الله عليه. بس معروف إن خلايا الجلد بتتميز بإنها من الخلايا اللي ليها ذاكرة طويلة الأمد، وعشان كده علماء كتير لما بيجوا يتكلموا عن الزراعة وزراعة الجلد بيلاقوا نسب فشل الزراعة عالية نتيجة إن الجلد يتمتع بذاكرة وخلايا بتختزن الآلام والإصابة القديمة. ودي نقطة ما كانتش واضحة من العشرات السنين الماضية، والقرآن ذكرها، فقال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الجلد آية ومعجزة من معجزات الله، مش بس عشان إن هو طبقة صغيرة قوي وليها وظائف مهمة، بس عشان اتذكرت في القرآن في مواضع عدة. وأكتر حاجة العلم الحديث ابتدى يدلل على إن القرآن هو معجزة خالدة، وإن احنا مفروض نقرأ القرآن بعلم وفهم وتدبر. حاجة لسه تعتبر حديثة بس لسه العلم بيبحث فيها، حد القصاص بتاع شارب الخمر. يعني الناس اللي بتنادي في حقوق الإنسان بأنه حرام تقوم الحد على اللي بيشرب الخمر، و دلوقتي لقت إن فشل وتكرار الشخص اللي بيشرب الخمر وبيأذي نفسه وبيهلك جسمه، لقوا إن في علاج بيتسم ببعض الإصابة أو أنواع من الضرب بشكل معين بحيث يتخلص من هذه العادة وتزود الإحساس بالندم عنده فيقدر يتخلص من المرض. الحاجات دي لسه تعتبر تحت الأبحاث، لكنها لما بتيجي من العلم الحديث بننبهر بيها، لكن لما بتيجي بالقرآن بنقول لا دي صعبة وفيها مغالاة. القرآن الكريم الله عز وجل لما وضع أحكام القصاص في القرآن أبدا لم يكن الهدف منها إيذاء البشر خالص. احنا عايزين نغير التعامل مع أوامر ربنا. انت هتقول سمعا وطاعة، بس انت هتعرف ان ربنا ما خلقش حاجة إلا رحمة بيك ورحمة بمن حولك. اللي بيشرب كحوليات وخمور هو كل جزء من جسمه بيهلك لوحده قبل ما هو الشخص يهلك. فالقرآن لما وضع حد القصاص ما قالش للي شرب مرة وما قالش وما اعترفش، وقال للمصر واللي بيجاهر بالمعصية عشان كبده ما يتلفش، عشان ما يأذيش مخه، ما يتحولش لكتلة ضائعة في الحياة يهلك نفسه ويهلك الآخرين. طيب لما بنذكر في عجالة بقى الإسلام وقانا إزاي من أمراض الجلد، بنلاقي منهج ربنا
هو واحد وثابت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. احنا قلنا العسل كل أبحاث العلم الحديث بتنصب في مختلف الأمراض على التداوي به، بس بشكل الطبيب المختص بينصح به. هنتكلم باستفاضة عن الحاجات اللي ربنا قالها في الوقاية من مختلف الأمراض، بس عشان وقتنا انتهى، وبنوعدكم بلقاءات إن شاء الله يكون فيها مزيد من الإعجاز عشان نحب ربنا قبل ما نعبده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.